السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي تلاميذ الصف الأول. مادة اليوم هي مادة التربية الإسلامية، معلمة المادة صابرين جاسم. حبايبي، اليوم راح ناخذ درس جديد من دروس القرآن الكريم، وهي سورة جديدة، هي سورة العصر. سورة العصر، هذه السورة للحفظ. طب حبايبي، هذه السورة للحفظ وكذلك نفهم معناها وللشرح. اليوم شنو درسنا حبايبي؟ اليوم سنأخذ سورة جديدة من سور القرآن الكريم، هي سورة العصر. سورة العصر، لنستمع أنا وأنتم حبايبي إلى هذه السورة. يلا حبايبي، عند بداية كل سورة ماذا نقول؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعند انتهاء السورة نقول صدق الله العلي العظيم، صدق الله العلي العظيم. يلا حبايبي، كنا جاهزين؟ يلا، من بطل الأبطال اللي يحفظ أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يلا حبايبي، من يردد ويانا؟ يلا الكل، الكل نقرأ سوا حتى نحفظ. يلا يا بطل، أول واحد يحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا صدق الله العلي العظيم. هذه حبايبي هي سورة العصر. نيجي ناخذ معاني السورة. العصر، ما معنى العصر؟ معناها الدهر، معناها الزمن. العصر هو الدهر. لفي خسر، معناها لفي خسران وظلال، معناها أن الإنسان الذي يمشي بسوء فهو الخاسر. وتواصوا بالصبر، معناه تواصوا، أي أوصى بعضهم بعضا، أوصى بعضهم بعضا. نجعل معنى السورة، يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى هنا؟ يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. ما معنى العصر؟ معناها الدهر، معناها الدهر، إن من يبتعد. تبو حبايبي، إن الذين من الناس الذين يبتعدون عن الحق ويتبعون الشيطان، إن إلا هو إنسان خاسر لفي ضلال مبين. هو خاسر. من الذي يخسر؟ هو الذي يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويتبع الشيطان، ولا يخسر الإنسان المؤمن بالله، وإنما بالعكس، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعطيه الجنة، والذي يقوم بأعمال الخير ويساعد الآخرين والناس وينصحهم ويوصيهم باتباع الحق والصبر على الشدائد. الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان المؤمن الذي يعمل الأعمال الصالحة والخيرة وينصحهم باتباع الحق والصبر على الشدائد. هل كل إنسان خاسر؟ كلا، الخاسر هو الذي يبتعد عن الله، الذي يبتعد عن الحق. من الذي لا يخسر؟ المؤمن، المؤمن لا يخسر،
لأنه اتبع الله سبحانه وتعالى في كل شيء. لماذا أقسم الله؟ أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. ما معنى العصر؟ العصر معناها الدهر. هل كل إنسان خاسر؟ هل كل إنسان موجود على الكرة الأرضية هو خاسر؟ كلا، الذي يخسر هو فقط الذي يبتعد عن الله ويبتعد عن الحق ويتبع الشيطان. وأنا وأنتم يا أحبائي نحب الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن مؤمنين بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان المؤمن. عرفنا حبايبي معنى السورة؟ هي سورة العصر. شنو أخذنا اليوم حبايبي؟ سورة جديدة من سور القرآن الكريم، هي سورة العصر. يلا حبايبي نستمع مرة ثانية إلى سورة العصر. سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. هنا حبايبي ينتهي درسنا لهذا اليوم. ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم. مع السلامة.